السلام عليكم. الفيديو ده خاص بطلبة الكيمستري كامبريدج. هنبدأ نشرح شابتر 8 acids, bases and salts. لما نيجي نتكلم على الأسيدز والبيزز والسولتس، مبدئيا الأسيد هو ionized in water to give protons like H positive، زي ال HCl لما بيحصل ionization in water بيدي H positive. البيز like NaOH ionized in water to give hydroxide ion responsible for alkalinity or basicity. NaCl is a neutral salt, so it's when ionized, it gives Na and Cl, which is neutral. لما نيجي نتكلم على properties of acid، أول حاجة definition بتاع acid هو compound which is dissolved in water، أو when dissolved in water it gives hydrogen ions or proton H positive. فبالتالي acid هو described as proton donor، يعني نقدر نقول على acid إن هو proton donor. الأسيد بيترن البلو ريتمس بيبر، ودي مهمة في بيبر 6، إن الأسيد ترن البلو ريتمس بيبر أو بلو ريتمس إنديكيتور بيبر أو solution into red. يعني إحنا لو جبنا البلو بيبر وحطيناها في أسيد هتتحول لريد، يبقى البلو ريتمس بيبر ترن ريد. البي اتش بتاعت الأسيدز بتبقى from 1 to 6، هو المفروض إن هو يبقى lower than 7. أي رقم lower than 7 يبقى كده معناها إن هو أسيد. 7 بيكون نيوترال، وهنتكلم على البي اتش سكيل بعد شوي. الرياكشنز بتاعت الاسيد، الاسيد when react with metal it gives salt and hydrogen. يعني مثلا لو حطينا هنا HCl plus magnesium هيديني magnesium chloride وhydrogen gas. لما الاسيد بيرياكت مع بيز ده اسمه neutralization reaction، بيديني salt and water. لما الاسيد بيرياكت مع metal carbonate، خد بالك ان الكربونيت دي تعتبر weak acid، فأي acid بيقدر ان هو يعمل لها replacement فبيديني salt برضو، يبقى كل الحاجات دي ادتني salt، بس الكربونيت بتزود الكربون دايوكسيد اند ووتر، يعني هيديني salt زائد كربون دايوكسيد زائد ووتر. يبقى reaction of carbonate with any acid هيديني كربون دايوكسيد ووتر بالاضافه للsalt. طيب لو جينا نتكلم على strong acid، هنقول ان strong acid completely ionized in water، يعني هيحصل له ionization completely. فانت لو عندك مثلا 1 مولر concentration of acid، يبقى ال 1 مولر كله ionized، يبقى completely ionized in water، فهيديني lots of protons or hydrogen ions. لكن ال weak acid بيحصل له partially ionization in water، فبيديني few protons او few ions. طب لما نيجي نتكلم على البروبرتس بتاعت البيزز، مبدئيا البيزز هي الانسوربل سبستنس، لو دابت في الميه بنسميها الكالي. يبقى البيزز هي انسوربل سبستنس، نيوتراليز الاسيد، رياكت وذ اسيد باي نيوتراليزيشن او جيف نيوتراليزيشن رياكشن، وبتعمل سولت ووتر. يبقى وين اسيد رياكت وذ بيز بيدي سولت اند ووتر. البروتون اكسبتور هي البيز، يبقى لو جه قالك اعمل ديفينيشن للبيز هتقول ان البيز هي عباره عن بروتون اكسبتور. طيب السوربر فورم من البيز بنسميه الكالي، والالكالي بيحول الريد ريتمس بيبر انتو برو. يبقى بص كده، ادي الريد ريتمس بيبر لما بنحطها في الكالي بتتحول لبرو. البي اتش بتاعت الالكالي بتكون ازيد من 7، يعني مثلا ممكن نقول من 8 ل 14. خد بالك ان لو بتكلم على سترونج الكالي يبقى بتكلم على 13 14 في الرينج ده، لو بتكلم على ويك الكالي يبقى بتكلم في 10 11 بي اتش. طيب لما نيجي نتكلم على الرياكشنز بتاعت البيزز، بيز مع اسيد يديني سولت ووتر، ولو كان البيز او ميتال كربونيت، لو كانت البيز هي عباره عن ميتال كربونيت هيزيد معايا كربون دايوكسيد زي ما قلنا من شويه. البيز بترياكت مع الامونيوم سولت تديني سولت اند ووتر اند امونيا، والامونيا ديتكتد بالريحه بتاعتها او ديتكتد بالافكت بتاعها على الريتمس بيبر. سترونج الكالي كومبليتلي ionized in water وتديني lots of hydroxide ions، والweak alkali partially ionized in water وتديني few hydroxide ions. طب neutral، النيوترال سبستنس البي اتش بتاعتها بتكون 7. طب في حاجه مهمه هنا، خلينا الاول نبص على الرسمه اللي قدامنا دي كده. 7 يبقى neutral، اقل من 7 بنتكلم في acid، اكتر من 7 بنتكلم في alkali. وخد بالك ان ده القرار بتاع اليونيفرسال انديكيتور، هو في السترونج اسيد بيكون ريد، وبعد كده بيمشي شويه للاورنج، يبقى انا بتكلم هنا سترونج اسيد، وبعد كده داخل على الاورنج، وبعد كده يلو. في النيوترال بيكون جرين، بعد كده بيتحول لبلو، وبعد كده بيوصل اقصى حاجه السترونجست الكالي بتكون القرار انديكيشن بتاعها في اليونيفرسال انديكيتور بيكون بيربل.
طيب في حته عايزين نتكلم عليها هنا، حاجه اسمها الاسيتي اوف سوير، ويمكن الاسيتي اوف سوير دي هتتشال من المنهج الجديد من السنه الجايه. البرانت عشان ينمو نمو سليم البي اتش بتاعته المفروض انها، او البي اتش بتاعت الميديوم اللي هو فيه المفروض انها تكون نير ذان 7. لو هو اسيدك او الكراين بي اتش البرانت ده مش هيحصل له جرو، فبالتالي احنا لازم نعالج الاسيدك سوير. يبقى الاسيدك سوير هي فيكسد باستخدام اللايم، وده كنا قلناه قبل كده اللي هو الكالسيوم اوكسايد. طيب انديكيتورز، الديفينيشن بتاع الانديكيتورز هي سبستنس انديكيت ويزر سمثينج از اسيد اور الكري. طب ايه امثله الانديكيتورز اللي علينا؟ احنا عندنا الريتمس اتكلمنا عليها، في الاسيد بتكون ريد وفي البيز بتكون بلو، وعندي كمان المسايل اورنج بيكون في الاسيد ريد وبيكون في البيز يلو، ولو نيوترال هيكون اورنج اللي هو بين البنين. وعندي الفينولفثالين ويمكن ده بنستخدمه كتير بيكون كالرس في الاسيد وبيكون بينك او ريد في البيز. لما نتكلم على البي اتش سكيل، البي اتش سكيل زي ما قلنا من 0 لحد 14، عند 7 ده نيوترال، اقل من 7 اسيدك واكتر من 7 الكراين. ولاحظ ان دايما الاسيدك بنبقى بنرمز له بلون احمر شويه، والالكراين بنرمز له بلون ازرق، لان احنا عندنا اليونيفرسال انديكيتور بيبدا من الريد ده السترونجست اسيد، بعد كده اورنج، وبعدين يلو، الجرين ده نيوترال، بعد كده البلو ده ويك بيز، بعد كده البربر او الفايرت، احنا بنتكلم كده في سترونج بيز. خد بالك ان اليونيفرسال انديكيتور ده ما ينفعش ان احنا نستخدمه في التيتريشن، لان بيبقى فيه كالر تشينجز كتيره. يعني انت التيتريشن مثلا بتاع اسيد هتبدا البي اتش بتاعك من 1 ممكن توصل لحد 14، فانت كده هتشوف كل الالوان دي اثناء التيتريشن. طب ايه انواع الاوكسايدز؟ الميتال اوكسايدز، وده سؤال بيجي دايما، الميتال اوكسايدز بتكون بيزك، اي ميتال اوكسايد بيكون بيزك زي الايرون اوكسايد وزي المغنيسيوم اوكسايد. النون ميتال اوكسايدز بتكون اسيدك زي السلفر دايكسايد وزي الكربون دايكسايد. عندنا نوعين كمان، عندي حاجه اسمها انفوتيريك، انفوتيريك زي الالومنيوم والزنك والريد، هما دول الامثله اللي عندنا، زنك اوكسايد، الومنيوم هيدروكس، الومنيوم اوكسايد او الريد اوكسايد، دول يعتبروا انفوتيريك اوكسايد. انفوتيريك اوكسايد يعني act as acid و act as base at the same time، dissolve في الأسيد وفي البيز. وفي أوكسايد تانية هي ولا أسيدك ولا بيزك، بنقول عليها نيوترال زي الووتر وزي الكربون مونوكسايد. خد بالك هنا كان كربون دايوكسايد لكن هنا مونوكسايد. طيب الحتة المهمة اللي ناس كتير عايزة تستفيد بيها وعايزة تسمعها هي جزئية الـ preparation of salts. إيه هو السولت؟ السولت هو substance بيتكون لما كل الهيدروجينز بتاعة الأسيد يتحط مكانها ميتل او يتحط مكانها امونيوم، يبقى مثلا لايك امونيوم كلورايد، صوديوم كلورايد، صوديوم ايودايد، بوتاسيوم ايودايد، كل ده يعتبر سولت. السولت ده ممكن يبقى سوليبل وممكن يبقى انسوليبل. طب هعرف منين؟ عندي كده جدول بيقول لي على الحاجات السوليبل والحاجات الانسوليبل. يعني مثلا بيقول ان كل الصوديوم بوتاسيوم امونيوم، اي حاجه تخص صوديوم بوتاسيوم امونيوم هتبقى سوليبل، اي حاجه تخص النيتريت NO3 هتبقى سوليبل، الكلورايد سوليبل ما عدا سيلفر كلورايد، عشان كده احنا لما هنيجي نعمل ديتكشن للكلورايد هنحط عليه سيلفر اي جي، والريد كلورايد برضو بيعمل بريسبتت. طيب السلفيت، اجاك السلفيت كلها سوليبل ما عدا الباريوم سلفيت، فعشان كده برضو لما هنيجي نعمل ديتكشن للسلفيت بعد شويه هنستخدم الباريوم. وعندي ريد وعندي كالسيوم، التلاته دول مع السلفيت بيكونوا عباره عن انسوربل سولت، يعني باريوم سلفيت انسوربل، ريد سلفيت انسوربل. انسوربل معناها بريسبتيتد، معناها مكون بريسبتيت. برضه كالسيوم سلفيت انسوربل. كل الكربونيت انسوربل ما عدا التلاته اللي احنا قلنا عليهم في الاول اللي هو صوديوم وبوتاسيوم وامونيوم، التلاته دول هم الوحيدين اللي بيدوبوا بالنسبه للكربونيت، الباقي كله انسوربل. طيب في نقطه مهمه هنا، ان انا لو عايز سلفيت سولت هستخدم سلفوريك اسيد، طب لو عايز نيتريت سولت هستخدم نيتريك اسيد، عايز كلورايد سولت، يعني مثلا اجا كان عايز احضر بوتاسيوم كلورايد، ماشي يبقى انا هاخد البوتاسيوم واحط عليه ال HCl وات ايفر بقى انهي شكل من البوتاسيوم. عايز ايثانويت ده تبع الاورجانيك بحط ايثانويك اسيد. طيب starting with metal، يبقى احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنعمل preparation of salt. ماشي احنا قلنا الكلام ده، تعالوا نشوف مع بعض. لو انا عندي metal زي الزنك وفعلته مع H2SO4،
الزنك هيخش مكان الهيدروجين يديني زد ان اس او 4 وده سولت زنك سلفيت وهو ده اللي احنا عايزين نعمله سيباريشن او نعمله ميكنج يعني وهيطلع عندي هيدروجين جاز اللي هو هيعمل بابلز او فيزنج. تعالوا ناخد الخطوات خطوه خطوه. اول خطوه انا هاخد الزنك واحطه على الاسيد في بيكر، يبقى انت بتحط الزنك على الاسيد في بيكر فهيبدا الزنك ده يحصل له ديزولف ويطلع عندك الهيدروجين بابلز او هيطلع عندك الجاز اللي خارج اللي هو الهيدروجين جاز. لو البابلز دي وقفت يبقى كده كل الاسيد يوزد اب. اشمعنى قلنا كل الاسيد يوزد اب؟ لان انا دايما بستخدم زنك ان اكسس، يعني دايما ببقى حاطط زنك زياده عشان اتاكد ان كل الاسيد ده رياكتد. يبقى صام زنك از ستيل ليفت لان احنا مستخدمين الزنك ان اكسس هو اللي زياده. هشيله ازاي؟ هعمل فلتريشن، هشيل الريزيديو او الزنك اللي هو ان رياكتد باي فلتريشن. وبعد كده باخد الاكيوس سوليوشن بتاع الزنك سلفيت، يبقى الفلتريت بتاعك او الجزء الدايب هو زنك سلفيت. هتسخن السوليوشن بتاعك عشان تطير صام ووتر عشان تخليه يبقى ساتوريتد، هتخليه يبقى ساتوريتد لان بعد كده لما اجي اعمل كولينج يبدا يحصل له كريستاليزيشن. يبقى انا عايز اوصل للكريستاليزيشن بوينت. طب ازاي اتاكد ان انا وصلت للكريستاليزيشن بوينت؟ بجيب باخد سمول اماونت على جراس رود، يعني بمسك جراس رود وبحطها في السوليوشن بتاعي وبعد كده احط عليها، يعني يتحط عليها جزء من السوليوشن بعد كده بسيبها تبرد واشوف هيتكون كريستالز ولا لا. لو اتكون كريستال يبقى هي دي الكريستاليزيشن بوينت، هوقف الهيتنج. يبقى ليف تو كول، اسيبه يبرد. الكريستالز هتبدا تظهر عندك، هتعمل دراي للكريستالز ما بين فلتر بيبرز. بلاش تستخدم هنا اوفن عشان ما يحصلش رص للووتر اوف كريستاليزيشن. الكلام ده قدامنا اهو في صوره. انا هنا حطيت الزنك على الاسيد، سخنت شويه وحطيت اكسس زنك عشان اتاكد ان كل الاسيد رياكتد. الزياده من الزنك عملت له فلتريشن، يبقى انا شلت الاكسس زنك. الجزء الفلتر ده او الجزء الدايب ده هو عباره عن الزنك صرفيت، هسخنه عشان اطير شويه ووتر عشان يبقى ساتوريتد وهعمل ديتكشن او هتشيك الكريستاليزيشن بوينت بالجراس رود زي ما اتفقنا. وانس ان انا وصلت للكريستاليزيشن بوينت بسيبه بقى يبرد وبغطيه بفلتر بيبر عشان ما يجيش عليه تراب. وبعد كده بعمل فلتر، اعمل فلتريشن للكريستال اللي اتكونت واعمل ووش واعمل لها دراي بتوين فلتر بيبرز، بلاش الاوفن. طيب عايزين نعمل ميكنج سورت بس بستارتنج ويز انسوليبل بيز، يبقى انا بادئ بانسوليبل بيز زي ايه؟ اجاك بص المعلومه دي. الكبر ويل نوت رياكت مع الدايريت سلفوريك اسيد. الكبر ده ان رياكتيف ميتال، هو تحت الهيدروجين في الرياكتيفيتي سيريس، فبالتالي هو اقل في الرياكتيفيتي من الهيدروجين، فهو مش بيرياكت ككبر مع دايريت سلفوريك اسيد. طب انا عايز اعمل كبر سلفيت، يبقى انا لازم ابدا ببيز زي الكبر 2 اوكسايد. الكبر 2 اوكسايد دي انسوليبل، ده بيكون لونه اسود. يبقى هبدا ببيز زي الكبر 2 اوكسايد وافعله مع H2SO4 هيديني ووتر وهيديني الكبر سلفيت. طبعا الكبر سلفيت احنا عارفين ان لونه ازرق وهنا سوليوشن، لكن هنا بتكلم في سوليد. تعالوا نشوف الخطوات. مبدئيا انت هتاخد الكبر اوكسايد تحط عليه دايريت سلفوريك اسيد وهتعمل ديزولفنج. لو سخنا شويه لو احتاجنا للتسخين هتلاقي السوليوشن بتاعك يبدا يبقى بلو. هتحط اكتر من الكبر اوكسايد لحد ما يبقاش في حاجه بتدوب كده، الرياكشن خلاص خلص. يبقى كده معناه كل الاسيد يوزد اب، خلاص احنا كده اتاكدنا ان الاسيد كله خلص لان انا حاطط اكسس من الكبر اوكسايد، كبر 2 اوكسايد. هشيل الاكسس بالفلتريشن، هيبقى عندي البلو سوليوشن بتاع الكبر سلفيت في الووتر. هسخن عشان اوصل لساتوريتد سوليوشن، هسيبه يبرد، هيبدا الكريستالز تتكون. هاخد الكريستالز واعمل لها دراي بتوين فلتر بيبرز وبلاش احطها في الاوفن عشان ما تخسرش الووتر اوف كريستاليزيشن. طيب الطريقه اللي بعد كده ستارتنج ويز ان الكالي، ودي طريقه التيتريشن، ودي من الحاجات المهمه قوي اللي بتيجي في بيبر 6 كتير. انا عندي مثلا صوديوم هيدروكسيد مع اسيد وليكن HCl هيديني صوديوم كلورايد ووتر. في البدايه انت هتحط هنا الكالي، هتستخدم هنا بيبت، يبقى انا هحط هنا بيبت وليكن 25 كيوبيك سنتيمتر، حطيت الكالي هنا وبعد كده بحط عليها انديكيتور اللي هو وليكن الفنورفسرين اداني البينك كلر ده، وبعد كده ببدا انقط الاسيد دروب وايز لحد ما الكلر ده يتحول لكلر ريس. هعرف منه قد ايه نزل من البيوريت من الاسيد عشان ينيوتراليز الالكالي. يبقى تعالوا نقول الخطوات اللي احنا قلناها دلوقتي. احنا هنحط 25 كيوبيك سنتيمتر من الصوديوم هيدروكسيد اللي هي الالكالي في فلاسك،
باستخدام بيبات لأن البيبات بتكون accurate أحسن من ال graduated cylinder. وهنحط 2 drops من الفينولفثرين. بيقول لي هنحط الأسيد في البيورات وهنبدأ ننقط دروب وايز، هنبدأ ننقط نقطة نقطة من الأسيد، وبعد ما ننزل نقطة بنعمل سويل أو بنرج كده بحركة دائرية الفراسك. الإنديكيتور هيغير لونه وهيتحول لكالرلس، ده كده معناه إن الألكالي كلها يوزد أب. السوليوشن خلاص هو كده دلوقتي بقى نيوترال. من الحاجات اللي بتجيلنا كتير في الجزء بتاع بيبر 6 إن يقولك أنت ليه بتحط وايت تاير، ليه بتحط ورقة بيضة كده تحت السوليوشن بتاعك أو تحت الفراسك بتاعك؟ الورقة البيضة بتوضح لي الرؤية، بتخلي الكالر تشينج يبقى أوضح، لأن هي ورقة بيضة. لكن أنت مثلا لو ريت سي المكان اللي أنت حاطط عليه أو الترابيزة اللي أنت حاطط عليها لونها مثلا أحمر، فالأحمر مش هيبقى باين عليه البينك، مش هيبقى باين إمتى بقى كالرلس. وفي حاجات تانية زي المثال الأورنج مثلا بيدي يلو كالر، فاليلو كالر ده ما بيبقاش واضح. فعشان كده الوايت تاير بستخدمها عشان تدتكت الكالر تشينج مور كليري. وانس ان انت الانديكيتور تشينج اتس كالر مش هتحط اسيد تاني، لان انت خلاص عرفت ان وصلنا للاند بوينت او خلاص الاسيد ده بقى ايكويفالنت للان او اتش. بس خد بالك الانديكيتور نفسه احنا بنعتبره امبيورتي، فعشان كده هتعرف قد ايه من الاسيد اللي انت حطيته هنا باستخدام السكيل بتاع البيوريت. وخد بالك السكيل بتاع البيوريت بيبقى بادئ من 0 من فوق لحد 50 تحت. وانس ان انت عرفت قد ايه اسيد حطيته يبقى عرفنا قد ايه من الاسيد بنيوترلايز 25 كيوبيك سنتيمتر من الالكالي. هنريبيت نفس الاكسبيرمنت بس ويزاوت انديكيتور، لان الانديكيتور يعتبر امبيورتي. يبقى هتاخد 25 كيوبيك سنتيمتر من الالكالي في فراسك وهتحط عليها الكوريكت اماونت من الاسيد اللي هيعمل لها نيوترلايزيشن اللي انت اوريدي عارفه وقسته قبل كده من الخطوات اللي فاتت. بعد كده بتسخن السوليوشن في الفراسك عشان تطلع شويه ووتر يبقى مور كونسنتريتد، وبعد كده هيتكون عندك الوايت كريستالز بتاعه الصوديوم كلورايد افتر كولينج. طيب الطريقه الاخيره من البريبريشن اوف سولتس عندي بريسبتيشن. مثلا الباريوم سلفيت ده عباره عن انسوربل سولت بيجي من باريوم كلورايد رياكشن والصوديوم سلفيت، هيديني باريوم سلفيت. طبعا ادي الايكويشن بتاعتنا باريوم كلورايد مع صوديوم سلفيت هيديني باريوم سلفيت، وده بيكون سوليد، الباقي ده اكيس لان هو دايب في الروتر، وصوديوم كلورايد برضه ستيل اكيس. لو اجي اكتب النت ايونيك ايكويشن يبقى انا باخد باريوم ايون مع اس او 4 ايونز عشان يديني بي اس او 4 وده عباره عن اس او سوليد، هنا اكيس يعني الاثنين دول بيكونوا دايبين. مبدئيا الخطوات بتاعتنا ان احنا ميك اب السوليوشن بتاع باريوم كلورايد، يعني دوب الباريوم كلورايد ودوب الصوديوم سلفيت، يبقى انا كده معايا تو سوليبل سوليوشنز. ميكس الاثنين مع بعض هيتكون عندك الوايت بريسبتد بتاع الباريوم سلفيت ايميدياتلي في ساعتها. هعمل فلتريشن، البريسبتد هيبقى في الفلتر بيبر هو ده كده الريزيديو. هاخد الريزيديو ده اعمل له ووشنج، اغسله بديسترد ووتر عشان اشيل اي سوليبل امبيورتيز، وبعد كده هحطه في الاوفن عشان يحصل له دراينج. كده هيبقى احنا خلصنا الجزء بتاع شابتر 8. ناقص لنا حاجه بسيطه هنشرحها في فيديو لوحدها، هو الجزء بتاع الاناليسز. هنشرح الاناليسز بتاعه الكاتاينز والاناينز والجازز والفريم تيست. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.